بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتابع كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسه الاسكندريه، ودي الحلقه رقم 52، واحنا بنتكلم عن القرن العاشر الميلادي. في اخر الحلقه السابقه كنا بنتكلم عن اسبوع البصخه والاسم الجديد اللي أطلق عليه اللي هو بقى اسمه أسبوع الآلام، وطبعا شتان بين البصخة والآلام، وشرحنا هذا الكلام في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة وفي بدايتها هنتكلم عن إمتى بيبدأ أسبوع البصخة المقدسة، وإزاي في تطور حدث لهذه البداية. في القرن العاشر الميلادي بنعرف ان باكر يوم سبت العازر هو بدء اسبوع البصخه. فبيشرح الانبا ساويروس بن المقفع اسقف الاشمونين سبب تسميه جمعه ختام الصوم، بيقول بانه من باكر يوم سبت العازر نبتدئ بالصوم من أجل ألام مخلصنا وأوجاعه عنا إلى عشية يوم سبت النور. وفي الحقيقة فإن النص اللي بيورده الأنبا ساويروس ابن المقفع يشوب بعض الغموض في جزئين من هذا النص. الجزء الأول هو في تعبير نبتدئ بالصوم من باكر يوم السبت، ده طبعا بيخالف ما استقر في الكنيسة منذ البداية أن السبت الوحيد الذي يصام هو سبت النور. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في القرن الرابع الميلادي في أورشليم كانت احتفالات الأسبوع المقدس العظيم اللي هو أسبوع البصخة تبدأ مساء يوم السبت، أي في عشية عيد أحد الشعاني، وذلك بخدمة طقسية تقام في الكنيسة المسمى لازاريوم في بيت عنيا. ولكن ربما الأنبا ساويروس بيقصد أن نبتدئ بالصوم في سبت العازر، يعني ده بداية صوم الأسبوع المقدس حتى إذا ما كانش فيه صوم انقطاعي في هذا اليوم. الجزء الثاني هو في تعبير عشية يوم سبت النور، ربما يعني نهاية صلوات يوم الجمعة العظيمة. من المعروف أنه حتى هذا الوقت أي القرن العاشر الميلادي كانت نهاية صلوات يوم الجمعة العظيمة تلتحم التحاما مباشرا ببداية صلوات سبت الفرح والنور بدون فاصل زمني بينهما. ولكن سرعان ما نعرف من المخطوطات القبطية بعد القرن العاشر الميلادي أن أسبوع البصخة المقدسة يبدأ في مساء يوم أحد الشعانين، أي عشية يوم الاثنين من البصخة المقدسة، وهو ما يرد ذكره عند ابن كبر في القرن الـ14 على سبيل المثال. فإيه هو السبب اللي خلى بداية أسبوع البصخة يتغير من سبت العازر وينتقل إلى عشية يوم الاثنين يعني الأحد مساء؟ إذن في سبب خلى هذا التغير يحدث خلال هذه الفترة من العصور الوسطى. بعد دراسة طويلة في هذا الأمر وجدت أن السبب في ذلك هو دخول طقس التجنيز العام بعد قداس أحد الشعانين، واللي أدخله إلى الكنيسة البابا خريستوزولوس في القرن الحادي عشر الميلادي.
كده بنكمل الجزئية اللي ختمنا بها الحلقة السابقة عن أسبوع البصخة، متى يبدأ في الكنيسة القبطية؟ ما قبل القرن الحداشر وما بعده. بكرر تاني، يعني دخول صلوات التجنيز العام في يوم أحد الشعانين كان هو السبب وراء هذا التغيير. أنا أنتقل إلى نقطة أخرى. اشتهر في غضون القرن العاشر الميلادي بعض الأعياد المسيحية، ففي زمن الدولة الإخشيدية اللي حكمت مصر حوالي 34 سنة، من سنة 934 إلى سنة 968 ميلادية، كتب المسعودي ده مؤرخ له كتاب اسمه مروج الذهب ومعادن الجوهر. والمسعودي ده كان في خلال الفترة من 896 إلى 957 ميلادية، يعني لحد ما بعد النصف من القرن العاشر الميلادي. كتب عن الاحتفال بليلة الغطاس بعد أن شاهده بعينيه. المسعودي ده الأول اسمه بالكامل هو أبو الحسن ابن علي المسعودي، وده مؤرخ جغرافي ومن أشهر علماء العرب، لدرجة أن هم بيسموه هيرودوت العرب. اتولد في بغداد بدولة العراق. بيقول إيه؟ ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها، وهي ليلة 11 من طوبة وستة من كانون الثاني اللي هو يناير. ولقد حضرت سنة 30 و300 اللي هي تقابل يعني 942 ميلادية ليلة الغطاس بمصر، والإخشيد محمد ابن طهج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل، والنيل مطيف بها، وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط 1000 مشعل، غير ما أسرج من المشاعل من أهل مصر والشمع، وقد حضر النيل تلك الليلة، يعني جه عند النيل يعني مئات الآلاف من الناس المسلمين والنصارى، منهم في الزوارق ومنهم في الدور الدانية من النيل، ومنهم على الشطوط لا يتناكرون ويحضرون كل ما يمكن إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعسل والقصر، وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا، ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل، ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرئ أو مبرئ من الداء. وفي زمن الدولة الفاطمية اللي كانت في مصر من 969 إلى 1171 ميلادية، اشتهر أربع أعياد في هذا الوقت، هي ليلة الغطاس وليلة النيروز وخميس العهد وعيد الميلاد. وقد أشار المؤرخ المقريزي اللي عاش في القرن الخمستاشر إلى احتفال الفاطميين بعيد النيروز بكثير من مظاهر العظمة، وكان الفاطميون يتخذون أميرا اسمه أمير النيروز،
مهمته هي الخروج في موكب حافل في ذلك العيد لتوزيع الهدايا على رجال الدولة على اختلاف درجاتهم. دي فكرة مبسطة عن الأعياد في مصر في خلال هذه العصور الوسطى. هننتقل إلى الكلام على موضوع في غاية الأهمية، وأنا حطيت له عنوان هو حول رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا إلى الأراخنة. الأقباط ما كانوش يعرفوا شيء عن هذه الرسالة حتى سنين بسيطة جدا ماضية، لأنها كانت محفوظة في مخطوط موجود في المكتبة الأهلية بباريس برقم عربي 100. والكلام اللي هقوله بعد كده تقريبا هو أول مرة يعرف في الكنيسة القبطية. أنبا مقارة ده كان معاصرا للبطريرك قزمان الثالث 58، كان خلال الفترة من 920 إلى 932 ميلادي، يعني في النصف الأول أو في الثلث الأول من القرن العاشر. الرسالة دي رسالة بالغة الأهمية من وجهة التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، بتعود إلى القرن العاشر الميلادي زي ما قلت. أرسلها أنبا مقارة أسقف منوف العليا إلى الأراخنة بالإسكندرية، وبكرر تاني أني قد عثرت على نصها الكامل بعد حصولي على مخطوط رقم عربي 100 بالمكتبة الأهلية بباريس، وأيضا بيكمل هذه الرسالة مخطوط آخر هو برقم إبطي 44 بمكتبة الفاتيكان. فبتكشف لنا هذه الرسالة جوانب لتورجية تغطي فترة مبهمة من التاريخ الليتورجي للكنيسة القبطية، ولا سيما خلال القرون من السابع إلى العاشر للميلاد. أما أهم ما تورد رسالة أنبا مقارة من ملامح لتورجية فهو كما يلي. هنتكلم الأول فيما يختص بسري المعمودية والميرون المقدس. كان أقدم مصدر معروف عندنا تعرفنا منه على جانب كبير من عمل الميرون المقدس في الكنيسة القبطية هو كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة للقس شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر في القرن الـ14. ابن كبر تنيح سنة 1324 ميلادية، يعني بنقدر نعرف حال عمل الميرون خلال القرن الـ13، أو بتحديد أواخر القرن الـ13 وأوائل الـ14 للميلاد. ومن ثم فإن هذه الرسالة تعود بنا إلى الوراء قرابة 3 قرون قبل زمن ابن كبر، وهي بذلك تعد حتى الآن أقدم مصدر معروف لدينا يصف بالشرح والتحليل كيفية عمل الميرون في الألف الأولى للميلاد. كيفية عمل الميرون في الألف سنة الأولى للميلاد، لأن معظم معلوماتنا الموثقة عن عمل الميرون المقدس في الكنيسة القبطية قبل معرفة هذه الرسالة كانت تنحصر في الألف الثانية للميلاد فحسب. سبق إن أنا شرحت في حلقات سابقة ما يختص بالمعمودية وبتكريس زيوت المعمودية، وأنها كانت تجري في الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير،
الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير ده اللي هو كان يوم الجمعة العظيمة، لما كانت مدة الصوم الكبير 6 أسابيع كما نعرف ذلك من التاريخ أيام البابا أثناسيوس الرسولي واللي بعده القديس كيرلس الكبير لحد القديس كيرلس الكبير، يعني لحد القرن الخامس والسادس الميلاد أيضا. بعد القرن السادس الميلادي الأسبوع الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير اترحل لوراء أسبوع، لأنه أضيف أسبوع آخر على الصوم المقدس الكبير اللي هو أسبوع الفصح أو أسبوع البصخة. يعني حصل فصل بين الصوم المقدس الكبير 40 يوم وأسبوع البصخة أسبوع مستقل عن الصوم المقدس الكبير، فبقى عندنا 47 يوم بدل 40 يوم. وبعد كده أسبوع هرقل دخل إلى الكنيسة في القرن السابع الميلادي، فبقى عندنا 8 أسابيع للصوم المقدس الكبير، أسبوع في بداية الصوم وبعدين 6 أسابيع الصوم وبعدين أسبوع الفصح. فالأنبا معقرة بيشرح هيقول دلوقتي أن الأسبوع السادس من الصوم المقدس الكبير اللي هو كان في البدايات خالص جمعة الجمعة العظيمة، وبعدين بعد شوية لما الصوم زاد أسبوع بقى الأسبوع السادس ده تقهقر لورا كده أسبوع، ولما بقى الصوم الكبير 8 أسابيع تقهقر الأسبوع السادس لورا أسبوعين. تكريس الميرون كان يتم خلال 1000 سنة الأولى للميلاد في الجمعة السادسة من الصوم المقدس الكبير في الإسكندرية في البيعة الجامعة اللي بتسمى الإنجيليين أو البشيرين، حيث مقر البابا البطريرك، في حين أشارت بعض المخطوطات الأخرى إلى كنيسة أخرى هي كنيسة ماري مرقس البشير بالإسكندرية. أما انتقاله ليتم تكريسه اللي هو الميرون يوم خميس العهد بعيدا عن يوم المعمودية فهو ليس قانون المصريين بل هو قانون الروم. أنا أتوقف قليلا عشان أشير إلى أن بيعة ماري مرقس البشير بالإسكندرية كانت مبنية عند البحر حيث كان جسد الطاهر موضوعا فيها. هذه البيعة أحرقها المسلمون وما يجاورها من الأديرة بالنار. أما بيعة الإنجيليين فقد بنيت غربي مدينة الإسكندرية بالمكان المعروف بالسواري في زمن البابا فيودوسيوس الأول القرن السادس، وقد رسم فيها البابا سيمون بطريرك ده تنيح سنة 700 ميلادية وهو 42 من بطاركة الإسكندرية، وكان بها 140 كاهنا كما يذكر أبو المكارم في كتابه تاريخ الكنائس والأديرة في القرن 12 الميلادي في الوجه البحري. منذ أواخر القرن العاشر وحتى أواخر القرن 14 انتقل تكريس الميرون إلى دير القديس أنبا مقار بإسقيط مقاريوس، حيث اعتاد بطاركة كنيسة الإسكندرية أن يقضوا هناك في العادة فترة 40 المقدسة، وذلك بعد أن تأرجح مكان تكريسه لفترة من الوقت
ما بين الإسكندرية ودير أنبا مقار. بعد اعتراض أرخبة الإسكندرية على نقل تكريس الميرون من المقر البطريركي في الإسكندرية إلى دير أنبا مقار، ومنذ انتقال تكريس الميرون إلى دير أنبا مقار انقطعت الصلة بين تكريس زيوت المعمودية وبين مراسيم المعمودية نفسها، والتي كانت تتمم لطالب المعمودية في نفس يوم التكريس. الكلام أتمنى يكون واضح، يعني بمعنى إن تكريس زيوت المعمودية كان بيتم في يوم المعمودية نفسه، يعني بيتكرس الزيوت اللي هي الميرون والغاليليون، وبعدين يتعمل قداس المعمودية، وبعدين يمارسوا طقس المعمودية. فطقس تكريس زيوت المعمودية في الألف سنة الأولى للميلاد كان لا يتعدى حدود الصلاة على زيت الزيتون لتكريسه، أما تقسيمه إلى زيت شكر أي ميرون أو زيت استحلاف أي غاليليون فكان يعتمد على منطوق الصلوات نفسها. يعني هيجيب زيت زيتون ويصلي عليه صلاة بمنطوق معين بقى ميرون، هيجيب زيت زيتون ويصلي عليه صلاة بمنطوق آخر بقى غاليليون. ولم تكن الكنيسة القبطية وحدها هي التي تفعل ذلك، بل إن الكنائس الأخرى روميا وأنطاكيا والقسطنطينية كانت تمارس نفس الشيء. في حدود القرن السابع الميلادي أضاف الأقباط البلسم على زيت الزيتون ليكون هو الميرون تمييزا له عن زيت الغاليليون الذي كان من زيت الزيتون النقي. البابا مقار الأول 59 من بطاركة الكنيسة القبطية وهو من دير أنبا مقار هو أول من نقل تكريس الميرون إلى يوم الخميس الكبير بدلا من يوم الجمعة السادسة من الصوم، خلافا للطقس القبطي القديم. ولكن بعد زمانه عاد تكريس الميرون مرة أخرى وإلى حين إلى يوم الجمعة من الجمعة السادسة من الصوم الكبير. فبيقول نص الرسالة إيه؟ وقد كان تقديس الميرون أيضا في دير القديس أبو مقار في يوم الجمعة من الجمعة السادسة من الصوم على رسم كرسي الإسكندرية، وقد لحقت أنا اللي بيقول كده الأنبا مقارة أسقف منوف العليا وشاهدت في أيام أنبا قزمان البطريرك. البابا قزمان الثالث ده 58 من بابوات الكرازة المرقصية اللي بيتكلم عنه أنبا مقارة، بيكمل يقول وأنا كنت كاتبه، وبعدين بيتكلم بمنتهى الحزن الحقيقة، بيقول لا قانون ثابت في هذا اليوم وهو يوم الجمعة من الجمعة السادسة من جمعة الصوم الكبير، وإنما غيروه لطلب المجد وابتغوا في ذلك رضا البشر في أيام أنبا مقارة البطريرك، بمشورة قوم أن يؤخروه إلى يوم خميس الفصح حتى يدخل الكتاب والأراخنة ويشاهدوه فغيروا القانون. هذا ما يذكر أنبا مقارة أسقف منوف العليا، وهو ما تناقلته المخطوطات من بعده بدون أن تشير إليه. أما أبو البركات ابن كبر فأغفل تماما ذكر هذه الجزئية. لما صار أنبا مينا الثاني بطريركا وهو البابا 61 وهو من دير أبو مقار، فكان يكرس الميرون سنة في الإسكندرية في يوم الجمعة السادسة من الصوم الأربعيني وسنة
في دير أنبا مقار في يوم خميس العهد، الخميس الكبير. ومنذ أيام البابا أبراهام بن زرع السرياني 62 من بطاركة الكنيسة القبطية، استقر عمل الميرون في يوم الخميس الكبير، واستمر الحال على ذلك الأمر حتى إلى زمن البابا كيرلس السادس سنة 1967 ميلادية، باستثناء ثلاث مرات، واحدة في زمن البابا بنيامين الثاني في القرن 14، ومرتين في زمن البابا يؤنس 19 في أوائل القرن العشرين. وكما يقول أنبا مقارة أسقف منوف العليا، إن هذا البطريرك اللي هو البابا أبراهام ابن زرع السرياني عمل الميرون على رسم بلده. الأسقف أنبا مقارة مصري، زعلان إن الأسقف السرياني اللي جلس على كرسي الإسكندرية عمل الميرون على رسم بلده، على طقس السريان يعني، فصار يعمل لرضا الناس وغير قانون كرسي مرقس الإنجيل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولربنا المجد الدائم للأبد. آمين.